القمع والإقصاء وملاحقة المعارضين واستخدام القضاء للتصفيات السياسية ممارسات اعتمدتها الرئاسة التونسية منذ إعلان قيس سعيد حل البرلمان ومجلس القضاء وإعلان حالة الطوارئ بداعي حماية مكتسبات الثورة التونسية في تموز عام 2021. مسار الرئيس سعيد الحالي كان مدعاة للتنديد من قبل طيف واسع من الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما بعد إحالة عدد من قيادي جبهة الخلاص الوطني المعارضة إلى التحقيق بعد شكوى رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى للادعاء العام، متهمة جبهة الخلاص بأنها جبهة مشبوهة وتتستر على الإرهاب على حد تعبيرها. إحالة أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني ورضا بالحاج عضو الجبهة إلى التحقيق قوبل بالرفض منهما، حيث أكدا رفضهما المثول أمام القضاء. قابله إعلان عن تحرك وطني شامل في 14 من كانون الثاني الجاري في ذكرى الثورة التونسية 13. التحرك المقبل للجبهة التي تضم 5 أحزاب معارضة وعدد من أعضاء البرلمان المنحل رفعت شعار مناهضة استمرار التصفيات السياسية وإجراءات الرئيس سعيد. وبخصوص محاكمة أعضاء في الجبهة الوطنية للخلاص، أكد رئيسها الشابي أنه وبقية المتهمين سيلتزمون الصمت رفضا للمحاكمة، مبينا أن خصمهم الوحيد هو قيس سعيد الذي انقلب على الدستور وداس على المؤسسات وعجز عن إدارة البلاد وأوصل تونس إلى حافة الهاوية. ملاحقة سياسيين معارضين بدأت بإيقاف علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الذي زج في السجن على خلفية ما يعرف بملف التسفير، لتمتد الملاحقات لبقية المعارضين، فيما يبدو بأن السلطة الحالية ما زالت مصرة على استعمال المرسوم 54 لضرب حرية التعبير وترهيب الصحفيين والناشطين والمطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية بحسب ما يؤكده مراقبون.